الأستاذ الدكتور قصي السهيل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي المحترم، ضيوف دولة العراق، أساتذة الحضور، الإخوة المصطفيون، حفظنا الكريم، أسعدتم صباحا. يسعدني أن يشارك البنك المركزي العراقي الزملاء في اتحاد المصارف العربية فعاليات ملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي. بغداد التي اعتادت أن تكون حاضنة عربية لكل ما هو خير وجامع، ولمزيد من ذلك في منظور قادم الأيام، بما يؤمن دفقا تنسيقيا نابضا وتنمويا على مستوى السياسات الاقتصادية العربية وصناعة مصرفية متقدمة تعيد للمنطقة مكانتها في إدارة مواردها على المستوى الإقليمي في الأقل. ليس بخاف على أحد ضعف التنوع الاقتصادي في العراق واعتماده على مورد ريعي أساسي هو النفط، والذي تتجلى فيه مواصفات الاقتصاديات أحادية الجانب. وبالرغم من هذه الهيكلية الاقتصادية التي ورثناها، إلا أنها تمثل في ذات الوقت فرصة وإمكانية استثنائية لإحداث التغيير الاقتصادي وتسريع التنمية مقارنة بالاقتصادات النامية، سيما وما يتضمنه اقتصاد العراق من وفرة تقترب من التكامل في موارده البشرية والمادية والاقتصادية الأخرى. لقد بددت موارد كبيرة من العراق كان يمكن لها أن تنجز ذلك مبكراً وتغير واقعه الاقتصادي والاجتماعي في كثير من الجوانب لو استخدمت بوجهتها الصحيحة. ولذا فإننا ننظر للمحافظة على هذه الموارد ورشادة التصرف بها ليس فقط بحكم مسؤوليتنا القانونية والإدارية والأمانة المستودعة، بل وباعتبارها فرصة للتنمية ولبناء والبناء لأجيالنا القادمة. حفلنا الكريم، لقد اتخذ البنك المركزي ما بعد عام 2003 عدداً من الإجراءات والخطوات كانت فيها الموازنة قلقة بين التوجه التقليدي للسياسة النقدية المحافظة وبين الأثر الذي يمكن أن تتركه هذه السياسة على اقتصاد أحادي الجانب. ولذا فهو باتجاه إعادة رسم سياسته النقدية بما لا يدفع إلى مزيد من التشوه في هذا الاقتصاد وإلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي. إنما يتمتع به البنك المركزي من سلطة رقابية مستقلة تضعه أمام مسؤولياته في تطوير القطاع المصرفي، ويسعى إلى ذلك باستمرار في تطوير البيئة القانونية التي تتيح للعمل المصرفي مزيد من المشاركة والفاعلية، وتطوير عمل المؤسسات المصرفية الساندة، ورعاية وتطوير الخدمات المصرفية بضمنها تعميم الخدمات الإلكترونية بمختلف صنوفها المتاحة عالمياً، إضافة إلى تحسين الكثافة المصرفية لتبلغ مصرف لكل 40,000 نسمة في العراق. حفلنا الكريم، زملائي المصرفيون، نحن ندرك أن فرص ودور الائتمان في القطاع الحقيقي محدود، وفي ذات الوقت فإن عائده الاقتصادي وربحية أنشطته منخفضة.
ولكن ليس من المقبول أن تستمر مصادر عوائدنا وأوجه استثماراتنا الفعلية في المضاربة بالعملة. حصراً، لقد جرى اعتماد احتياطي قانوني بنسبة 15%، 10% يحتفظ بها البنك المركزي، و 5% نقود سائلة لدى المصرف ذاته، وذلك لمنح المصارف فرص استثمارية أكبر. إن الإدارة الاقتصادية في العراق تتجه وعلى وفق ما رسمه الدستور نحو اقتصاد السوق. في بلد يكون المصدر الرئيس فيه للعملة الأجنبية هو النشاط الاقتصادي العام، عندها تتركز مسؤولية تأمين هذه العملة على البنك المركزي، ولحين قيام مصادر الدخل الحقيقي بتأمين ذلك. ومن هنا استمر دور البنك المركزي حتى في الشهور الثلاثة الماضية إلى السعي لتأمين هذه العملة للأنشطة الاقتصادية عبر القطاع المصرفي، وللحفاظ على صحة التوجه نحو اقتصاد السوق والسلامة القانونية للمعاملات، فلقد جرى تفعيل الأدوات الرقابية المصرفية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال، وبالتعاون مع المنافذ الحدودية بما في ذلك تلك العابرة من إقليم كردستان. إن هذا التوجه يتسق مع المزيد من الحرية الاقتصادية وضمان سلامة عمل مصارفنا الخاصة، وتوجهاتنا لدعم هذه المصارف للخروج من حدودها الوطنية إقليمياً وعربياً وعالمياً. ولذا فنحن جادون تماماً في أن نتواصل وباستمرار لبناء مستقبل اقتصادي مصرفي سليم، وصولاً إلى واقع مطلق لحرية التصرف بالمال بطرقه الصحيحة وسلامة مصادره. نأمل من ملتقانا هذا، وهو يعالج مواضيع ذات بال وحساسة في مجال النشاط المصرفي والاقتصادي، أن ينجح في تقديم توصيات عملية لتطوير الأداء وبما يخدم مجتمعنا وأوطاننا. أشكر تماماً كل زملاء الباحثين والقائمين على البحث والتواصل والعرض. وفي الختام أشكر زملائنا في اتحاد المصرفيين العرب والاتحاد الدولي والمصرفيين العراقيين على هذه الجهود، ونأمل مزيداً من التواصل، فما حك جلدك مثل ظفرك. ومن باب أولى أن نبدأ جميعاً للبناء دون انتظار لغد، يجب أن نصنعه من الآن، ومن يفعل مثقال ذرة خيراً يره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.